كتبت بحفل القرآن صفحة خالدة من تاريخهم وركيزة من ركائزها. تقديره وتكريمه هذا في هذا الحفل هو أقل. في هذا اليوم المبارك أشرفنا على افتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 23 برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد تضمن هذا الأسبوع كما هي العادة المسابقات وفعالية المسابقات التي ستكون من خلالها التصفيات لكي يتحصل الفائزون الأوائل ولكي يكونوا إن شاء الله من المكرمين إذا فتحت الجائزة الدولية في شهر رمضان القادم إن شاء الله بحسب الظروف الوبائية. وكذلك تنتظم هذه الدورة ملتقى علمي بعنوان حب الوطن قيمة أخلاقية والتزام وواجب يعني وطني.